يعني ان انت تغني قدام طبعا مع نجم كبير زي تامر حسني قدام كمان جمهور تامر حسني المعروف ان هو عدد كبير جدا، بالظبط. اكيد كانت حاجة تخض بس في نفس الوقت ليها مميزات. انت كان احساسك ايه وانت على المسرح وبعد كده؟ طبعا اتخضيت اكيد لان عدد الجمهور بتاع تامر بيبقى كبير جدا. في الاول كان في رهبه، بس هو بيقدر ان بيفك. هو يخليكي ما تحسيش ابدا بالخوف ده. فكنت خايفه فعلا في الاول، بس بعد كده خلاص بقيت الاغاني كنت فكه جدا، كنت بنتحرك على المسرح. يعني كانت تجربه كويسه جدا، اكيد استفدت منها كتير قوي يعني. الحمد لله.